السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في فيديو جديد للعبة القراصنة سكول اند بونز. وفي هذا الفيديو حنشرح بعض الاشياء على نهب الحصول. وقبل ما نبدا ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، ومشاهدة ممتعة للجميع. MMOEXP موقع يوفر كل ما تحتاجه من ايتمز وعملات وترقيات لرفع مستواك في لعبة سكول اند بونز. تختار القسم اللي تبيه وتلقى كل شيء تحتاجه. يتوفر كود خصم 6% على المشتريات، الروابط اسفل الفيديو. طبعا يا جماعة زي ما تشوفوا احنا في مكتبنا الخاص بالتحريب، في احد الشباب كاتب تعليق قال فيه انه عانى لمدة اسبوع وهو يحاول انه ينهب حصن اوستن الضخم. طبعا قال ان حصن اوستن موجود في داخله، او موجود فيه اللي هو قصب السكر. وقصب السكر يا جماعة بالنسبة لحصن اوستن تقريبا حتكون كمية كبيرة، يعني لا تقل على 700 او 600، يوصل مرات لل 800 850. فانا طبعا دخلت على الخريطة وشفت حصن اوستن. طبعا ايضا انا فعلت فيه عملية نهب، لكن يا جماعة الحصن لو تشوفوا البيانات الخاصة به، شوفوا الليفل الخاص به كم. الليفل الخاص به يا جماعة 15، ليفله 15. أنا إلى حد الآن السفن اللي نشوف فيها موجودة حاليا في اللعبة، أكثر سفن واصلة إلى ليفل 12، ما فاتوش ليفل 12. فلما تقول لي أن حصن ليفله 15، فثيق وتأكد أن الدمج الخاص به عالي جدا جدا، ممكن في ضربة واحدة ممكن ينهي السفينة في ضربة واحدة. الحل الوحيد لنهب هذا الحصن هو انك تهجم مع مجموعة لا تقل على 3 سفن ويكونوا يعني مخضرمين في القتال. طيب الشيء الثاني، اذا انت مثلا تورطت وفعلت المهمة الخاصة بالنهب، نهب الحصن، لكن انت عملية النهب هذه ما تستطيعش انك تقوم بها، فبتقعد المهمة هذه مفعلة وبتاخذ حيز من المهام، لان انت عندك مهام محدودة من عملية النهب او من عمليات اللي هو جمع الموارد بشكل عام. تقريبا يا جماعة يا 4 يا 6 عمليات، ممكن يا 4 يا 6. فلما تحجز عملية تاع نهب حتاخذ منك حيز من المهام المتوفرة بالكامل، فانت تبي تلغي هذه المهمة. اذا كنت ما تعرفش تلغي هذه المهمة حنوريك كيف تلغي هذه المهمة. تخش على المهام يا صديقي، جيل المهام، المهام اللي حاجزها انت. انا حاجز ممكن اكثر من مهمة، شوفوا لحصول حاجزهم من فترة لكن ما قمتش بها، وحاجز مهمة اللي هي خاصة بحصن اوستن الضخم. شوفوا الموارد الموجودة في هذا الحصن، 830 من الخشخاش، كمية كبيرة. فشين حنعمله هنا؟ فشوفوا تحت تلقوا حرف الاف تحت اللي هي البيانات بتاع نهب الحصن اللي على اليمين، هذه قائمة اللي على اليمين تحتها زر الاف ومكتوب عليها المزيد، اضغط على الاف. ايوه شين طلع عنا؟ طلع عنا هنا زر الاكس ومكتوب عليه هجر الصفقة او التخلي عن الصفقة، واضغط هنا على الاكس باستمرار، وقعد ضغط عليها باستمرار، خلاص تخلينا عليها، تم هجر الصفقة، تخلينا على الصفقة هذه ووفرنا حيز لصفقة جديدة او لمهمة جديدة من مهام النهب. طبعا انا حاجز يا جماعة مهمتين نهب، كل مهمة تعطينا 300 من قصب السكر، لكن الشيء الجميل في هذه المهمة ان الكميتين من قصب السكر يا جماعة فين موجودة؟ موجودة في حصن واحد، الكميتين موجودات في حصن واحد اللي هو حصن هاريماو. لذلك يا جماعة لو قمنا حاليا بتتبع هذه المهمة مثلا الاولى لنهب الحصن ونجحنا في نهب الحصن، حناخذ الكميتين مع بعض. هذا الحصن ليفله 10، فحاليا حنا نقوم بعملية نهب. شنو اللي يطلبوه منك لحظة نهب الحصن؟ لأن في أشياء أو شروط معينة يطلبوها احنا ممكن مش مركزناش عليها، أو أنا ممكن مركزتش عليها أو ما نبهتش عليها. فلما نذهب الآن إلى نهب هذا الحصن حنقول لكم شنو هي الأشياء اللي تنتبهوا لها في وقت النهب. خلينا نمشي إلى هناك. طيب يا جماعة هذا حصن هاريماو، جاهزين حاليا للنهب، عملية النهب. خلينا نبدو.
شوفوا حاليا يا جماعة الفوق المعدل الخاص بالنهب، ما طالبوناش ما طالبوناش إلا بحاجة واحدة فقط اللي هي تدمير السفن، يعني ما طالبوناش بتدمير الأبراج، الأبراج الخاصة بالهاون أو الخاصة بالمدفعية، الأبراج المحصنة. أعطونا مهمة فقط أن ندمر السفن. حاليا كم في سفينة؟ حاليا فيه 4 سفن في داخل المجال الخاص بالاشتباك، فخلينا خلينا نحرق هذه السفينة. دمرناها. يلا طيب في احد اللاعبين يا جماعة دخل في المعركة، هذه سفينة قراصنة ايضا دخلت في المعركة، خلي نصيبوها بوابل من الصواريخ. دمار دمار يا عيني عليك. يلا خير ما حرقتش ولا حرقت حرقت يا عيني عليك. يلا انتهت. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، حتى السفينة هذه السفينة اسمها سيمبوك. طيب ركزوا اللي قلت لكم على الفوق، بس الهدف اللي طالبينه منه شنو هو؟ تدمير سفن، هذا اللي طالبينه. تعالي صواريخ صواريخ. طيب تدمير سفن، ريتو يا جماعة ما فيش، ما قالكش دمر برج، ما طلبش منك هذا الشيء. فلو لاحظتوا انا في بعض الاحيان لما اقوم بنهب الحصول كنت اركز هجومي على الابراج، ندمر فيه، بنحاول ندمر الابراج اكثر شيء، لكن ما كنتش اركز على المطلوب شنو هو. فلذلك إذا أنت بتلعبها باستراتيجية تستطيع أنك تتفادى القذائف الخاصة بالحصن وتركز على السفن فقط. خلينا نساعد صديقنا. تعال 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 تعال. أحسن. يلا. أحسن. دمرناه. أحسن. لازم تجي ضربة مركزة هنا. يلا. يا عيني عليك. تعال. أحسن. يلا. كويس خلصنا على السفن. صديقنا وين اللي كان يحارب معانا؟ انسحب الباين. لا موجود موجود موجود. طيب حاليا شني الحاجة الوحيدة اللي نطلبوها منه اللي هي تدمير الجدار. الجدار هذا المدى بتاعه ايوه تقريبا هذا الشكل ممكن يجيبه صح؟ نعم كويس. شوف 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 اوه الله اوهد. دمر. لا ابعد ابعد.
اخذنا دمج عالي يا جماعه، دمج عالي. طلعت برا من ال اشتعلت فيها النيران كويس. هاي وقت هو عد التصليح. هنا صلحت. هاي لو الى الان ما فيش طلبات الا ان نقوموا بتدمير السفن اللي تهجم فقط. خليك بعيد عن الحصن، ما تقربش من الحصن، استهدف السفن فقط. دمرناه. ايوه ايوه خلينا نشوفوا هذا. نضرب هذا. هي تعال تعال خف بسرعة. أيوة أصبر. تعال تعال خلاص دمرناه. أنا هنا وجودي، أنا هنا وجودي. هو شوفوا صديقنا يستهدف في الأبراج الخاصة بالحصن، وهي أصلا مش مطلوبة في المهمة، مش مطلوبة منك في عملية النهب، مطلوب منك أنك تستهدف السفن فقط. فبعد ما نهبنا الحصن يا جماعة، الحصن بالكامل تدمر بعد ما انتهت عملية النهب بالكامل الدم، بدون ان ما نضرب اي ضربه عليه. انا احيانا في الهجمات اللي قمت بها على الحصون، في احد الشروط انك تدمر الابراج الدفاعيه، يعطوك تقريبا ممكن يقول لك 5 ابراج، برجين، برج واحد، على حسب. في الشروط هذه متغيره، وهذه هي الكميه اللي نهبناها يا جماعه، صفقتين في مهمه واحده، 600 من قصب السكر. وهذه يا جماعة عملية النهب من الحصون، وإن شاء الله استفدتوا يعني من هذا التوضيح ومن هذا الشرح. وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، وإلى اللقاء في مقاطع تانية إن شاء الله. مع السلامة.